يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا. بدايه تحيه لكل اهلاويه اللي بيبداوا معنا حلقه النهارده من السادسه، اهلا وسهلا بيكم. عارف لما تلعب كل الالعاب وتجرب كل الحلول فتلاقي ان كل الحاجات او التجارب اللي انت خضتها بتؤدي في النهايه لنفس النتائج، ما تبقاش عارف تعمل ايه. هنا بتنطبق مقوله اين المفر، والكلام هنا الحقيقه وللاسف الشديد ما كنتش حابب ان انا اقوله على ملف التحكيم المصري اللي مش بس الاهلي الحقيقه بقى بيعاني منه بشكل مستمر ومتلاحق على مدار مش موسم ولا اتنين قول ثلاثه، وانا بيتهيالي انه اجمالا كده انه التحكيم المصري اجمالا بصرف النظر عن الاسماء سواء كانوا رؤساء لجان سابقين او رئيس لجنه حالي اذا كان كلاتنبرج يعني هو رئيس اللجنه، لكن اعتقد انه التحكيم المصري امام مأزق حقيقي، وان كل الحكام اللي موجودين على الساحه امام مسؤوليه تاريخيه لمحاوله انقاذ سمعه التحكيم المصري، لانه زي ما قلت لكم مش بس الاهلي الحقيقه. كلام كلاتنبرج او تصريحه على انذار محمود متولي، وانا يمكن اللي تابع حلقه السادسه الاخيره اتكلمت معاكم في ماتش الاهلي والمصري بكل الاخطاء التحكيميه الفادحه اللي حصلت فيه، وان كانت في النهايه انا دايما بحب اقول بين قوسين ما كانتش سبب مباشر او كانت واحده من الاسباب، لكن في النهايه احنا اللي ضيعنا، احنا بايدينا اللي ضيعنا، عشان ما حدش ياخد كلامي عن ده شماعه. لكن ارجع بقول مره تانية انه مش الاهلي بس الحقيقه اللي بيعاني، اعتقد ان كل الانديه في مصر النهارده بقت تتكلم على الاخطاء التحكيميه ومطالبات باعاده ماتشات ومطالبات باستبعاد اسماء حكام من اداره مباريات و الى اخره. طب وبعدين هنكمل الموسم ازاي؟ والحل ممكن يكون ايه؟ لما كلاتنبرج يقول انه متولي ما كانش يستحق انذار وحكم المباراه اللي مش عايز اقول اسمه ولا هقول اسمه يطلع يقول ان انا اديت الانذار بناء على تعليمات كلاتنبرج، احنا نعمل ايه؟ والاهلي يتصرف ازاي؟ ومين ما يتحمل خطا تحكيمي هيساهم او ممكن ما يساهمش؟ محدش عارف لغايه دلوقتي. في غياب لاعب مهم جدا ومؤثر، قصه الغياب هتكلم عليها بالتفاصيل النهارده. قصه غياب متولي عن مباراه القمه هتكلم عليها بالتفصيل عشان ما نديش القصه اكبر من حجمها. واحنا دايما بنقول ان كل لعيبه النادي الاهلي نجوم، سواء كان ربيعه سواء كان مغربي، واعتقد انه في حتى لعيبه في خط النص ممكن تقوم بالدور ده بشكل كويس جدا، والا ما كانش في داعي ان احنا نستدعي كهربا ان احنا نستدعي مغربي من الاعاره او نقطع اعارته ونجيبه هنا. والدليل كمان ان الولد الحقيقه في المرات البسيطه اللي ظهر فيها مع النادي الاهلي ومنهم حقيقه ماتشات ثقيله جدا زي ماتش مونتيري في كاس العالم اثبت الحقيقه انه خامه جيده جدا. لكن على كل الاحوال هنتكلم، بس قبل ما ندخل في تفاصيل حلقه النهارده خلينا نروح لاهم الاخبار والعناوين. الاهلي يطلب من اتحاد الكره التحقيق في الاخطاء التحكيميه. والفريق يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهه سموحه في كاس مصر. اتحاد الكره يخاطب الاهلي بشان قانونيه مشاركه كهربا. وليفربول وارسنال يتنافسان على صفقه قويه من نابولي. ماركا النصر السعودي يفاوض حارس مرمى بي اس جي لاصابه حارسه الاساسي اوسبينا. اذا ما فهمش لا مبابي ولا ابو صلاح. على كل حال الواحد بيشوف النهارده سرعات في كره القدم، واللي تابع طبعا انا ليا واقف على الكلاسيكو يعني ليا ماتش البارسا والريال امبارح في كلام كتير قوي يتقال عليه. بس الاهم من ده خلينا نبتدي بالمهم الاول. طبعا بكره يعني زي دلوقتي بالظبط كمان 24 ساعه مواجهه مهمه جدا بين الاهلي وسموحه، مباراه في غايه الاهميه لاسباب كتير جدا بالنسبه لفريق النادي الاهلي. السبب الاول طبعا مباراه قبل نهائي كاس، يعني مباراه تحسم ما فيهاش فرصه للتعويض. نتمنى ان شاء الله الاهلي انه يتجاوز سموحه، واعتقد الدنيا هتبقى اسهل نسبيا لمستر كولر لانه لسه ملعب الفرقه دي قريب وتسببت في ضياع نقطتين من النادي الاهلي. دي الجزئيه الاولى. الجزء الثاني انها المباراه الاخيره او الظهور الاخير قبل مواجهه الزمالك في الدوري ديربي مصر كلاسيكو الكره المصريه الاهلي والزمالك، وبالتالي فرصه كمان انك انت تطمن على العناصر الاساسيه ترسم ملامح الفريق. انا عارف طبعا ان مستر كولر او الجهاز الفني ما بيفكرش غير في كل خطوه يعني في وقتها، لكن في النهايه برضو الجمهور الاهلي عايز يطمن على فرقته قبل ما يروح يلعب الزمالك، وخصوصا انها واحده من اهم ثلاث محطات متبقيه قبل مشوار كاس العالم. تعالوا نتابع مع حضراتكم تدريبات الفريق واستعداداته الاخيره. يمكن زميلنا كريم احمد موجود في النادي الاهلي في الجزيره
وتابع الدقائق الاولى من التمرين، اعتقد انه ممكن يدينا ملامح وشكل استعدادات، وخصوصا فيما يتعلق بالوجوه اللي ممكن تظهر. في كلام على انه طاهر ممكن يكون جاهز لمباراه بكره، اعتقد منعم بيرسيتاو ممكن يكونوا بعاد شويه، لكن كريم هيدينا تفاصيل اكتر. خلينا نستقبل كريم. كريم مساء الخير. مساء الخير عليك زميلي العزيز احمد سمير، برحب بيك في البدايه وبرحب ايضا كمان بكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. يعني مش هضيف على كلامك كتير، مباراه مهمه جدا الحقيقه في مباراه بطوله كاس مصر. زي ما قلنا مباراه النوك اوت يعني محتاجه تركيز كبير جدا ومحتاجه ترتيب اكبر كمان من الجهاز الفني. يعني سموحه طبعا ضيعت مننا نقطتين، لكن مباراه الكاس مختلفه بشكل كبير جدا، محتاجه بذل جهد كبير من لعيبه النادي الاهلي، ودي الحاله الحقيقه اللي احنا لامسينها. يعني بعد التعادل الاخير وبعد المباراه الاخيره يعني كل اللعيبه فتحت صفحه مع بعض وتعهدت على هذا الامر، ان لابد المرحله القادمه بالتاكيد تكون من نصيب النادي الاهلي، سواء مباراه بطوله الكاس او ايضا كمان مباراه الزمالك. بنتمنى ما يبقاش في التفكير فيها بشكل كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني، كل اللعيبه بالتاكيد هيكون في جزء، لكن مش عايزين جزء اكبر، وده اللي احنا بناكد عليه. بالخبرات الكبيره اللي متواجده مع لعيبه النادي الاهلي، المباراه دي هتكون مهمه جدا. مباراه سموحه هتفتح معاك يعني ابواب كثيره جدا لجمهور النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي اللي هتستعيد الثقه من جديد، وايضا كمان لسلسله الانتصارات، وتقفل صفحه الكاس وتبدا تبص بشكل كبير وبشكل قوي وجدي جدا لمباراه الزمالك. النهارده يمكن تدريب فريق النادي الاهلي كالعاده المحاضره الفنيه المعتاده من مستر مارسيل كولر اللي اكد على اهميه المباراه، لابد يكون في جديه كبيره جدا وتركيز، نلعب بقلبنا وبشخصيتنا وبروح النادي الاهلي، كل الامور هتكون سهله. الرغبه موجوده، لكن توفيق ربنا اللي بنامله في كل مباراه يكون معانا، لكن كل اللعيبه مركزه بشكل كبير. النهارده يمكن زي ما قلت لك التدريب بدا باكثر من فتره، فقره نوعيه طبعا فيها التدريبات، وهيختتم النادي الاهلي كالعاده بركلات الترجيح. يمكن مستر مارسيل كولر مستمر على هذا الامر في خلال 48 ساعة الماضية، طبعا يعني تحسبا ان يكون المباراة تنتهي بعد الوقت الاضافي بركلات الترجيح، لكن بنتمنى ان شاء الله باذن الله بحضور جمهورنا الداعم والساند القوي جدا لفريق النادي الاهلي ان احنا نقدر نحسم هذه المباراة رغم التكتلات الدفاعية اللي هنشوفها وغلق المساحات وكل الامور الحقيقة المعتادة باي فريق بيلاعب النادي الاهلي، لكن ثقتنا كبيرة ان شاء الله في كل اللعيبة. انصاف الفرص مهمة جدا، الكرة الثانية مهمة جدا، الشخصية مهمة جدا، كل ده بالنادي بيه وجمهور النادي الاهلي بينادي بيه. فان شاء الله كولر يكون قاري بشكل كبير جدا المباراة، موزع الجيم بشكل كبير، تغييراته كمان تكون مهمه جدا. يمكن انت زميلي احمد ذكرت طبعا، خليني اكلمك اكتر على فريق النادي الاهلي، عايز اكلمك اكتر على اللعيبه اللي ممكن تكون هتظهر او فيها فرصه للمشاركه بكره، بحكم ان دي المباراه كمان الاخيره اللي قبل ماتش الزمالك، فمن الوارد انه الجهاز الفني يحتاج انه يجرب او يجهز لعيبه بالذات في خط الدفاع. هل انا شفت يمكن اللقطه اللي فاتت ايمن اشرف ظاهر على في الصوره، هل ايمن اشرف جاهز للمشاركه؟ واعرف منك موقف المصابين، لانه كان اتقال كلام انه طاهر اعتقد اصبح جاهز للمشاركه، يتبقى الرؤيه الفنيه لمستر كولر، حسابات عبد المنعم، حسابات بيرسيتاو، هل ممكن يكونوا جاهزين ماتش بكره ولا قدامهم وقت شويه؟ يعني منعم وطاهر باللي احنا شايفينه طبعا ومن خلال التدريبات ومن خلال ايضا كمان الجرعه التدريبيه الكامله، ان شاء الله يكونوا متواجدين في قائمه فريق النادي الاهلي. الدفع من العدو طبعا في التشكيل ده امر خاص طبعا بالجهاز الفني، لكن جاهزين ان شاء الله باذن الله لمباراه الغد. بيرسيتاو يمكن نقدر نقول لسه شويه، الراجل يمكن نزل التدريبات خلال الايام الماضيه، لكن انت عارف طبعا محتاج ان هو ياخد جزء تدريجي في التدريبات ثم جرعه تدريبيه كامله، ومن بعدها ان شاء الله يتم الدفع بيه. الثلاثي ايضا كمان سواء كريستو خالد مروان عطيه ان شاء الله يكونوا متواجدين في قائمه فريق النادي الاهلي، ويمكن بناكد على هذا الامر لان دورهم مهم جدا، وحتى التوقيت حتى لو قليل التوقيت انت محتاجه في المباراه القادمه. فان شاء الله باذن الله سيناريو المباراه يكون في صالح النادي الاهلي، يقدر كولر ان هو يشرك كل اللعيبه، لان اللعيبه دي هتفيدنا بشكل كبير جدا سواء في مباراه الزمالك بعد كاس مصر، وايضا كمان في كاس العالم للانديه. الحاله مطمئنه، يمكن كل اللعيبه يعني طاهر لسه منتظرين طبعا القائمه، كل اللعيبه بتادي بشكل كبير التدريبات الجماعيه، ودي اللي بتدينا مؤشر ان خلاص انت بتادي جماعي وبتاخد الجرعه التدريبيه اللي فيها شوتينج وكروسات وسبرنتات. فبننتظر ان شاء الله باذن الله القائمة تعلن ان شاء الله عقب انتهاء التدريب الاخير لفريق النادي الاهلي اليوم على ملعب مختار التتش. الامور مطمئنه زميلي احمد، ينقصنا التوفيق وينقصنا دعم جمهور النادي الاهلي اللي هيكون ان شاء الله باذن الله كالعاده سر النجاح في مباراه الغد بمشيئه الله. كريم احمد زميل عزيز طبعا من نادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا على تفاصيل تمرينه الاهلي، اللمسات الاخيره والتدريب الاخيره قبل مواجهه سموحه بكره، وهيكون لنا وقفه مع ماتش سموحه طبعا بكل تفاصيله وسيناريوهاته مع واحد من نجوم النادي الاهلي بيشرفونا النهارده في سادسها كابتن رمضان السيد. سريعا امشي مع حضراتكم في اهم اخبارنا النهارده، وزي ما اتكلمت في بدايه الحلقه على ملف التحكيم اللي ما بقيناش عارفين الحقيقه. انا شخصيا دايما بحاول وانا بتكلم على الحكام المصريين او على حكم مصري ان انا دايما اكون بحاول حتى رغم الاخطاء المباشره
اللي تسببت في اوقات كتيره جدا لفقدان سيل من النقاط. الواحد دايما حريص على سمعه التحكيم المصري في النهايه، وجزء اساسي عمود خيمه زي ما بيقولوا، وجزء رئيسي من نجاح المنظومه اللي بقت الحقيقه يعني بتعاني على كل المستويات. سمعه الدوري المصري على المحك، الكلام ده حقيقي للاسف. تصريحات غير المسؤوله والاتهامات والاعتذارات والكلام ده كله الحقيقه بيسيء اجمالا للدوري كله، مش للاعب بعينه او لفريق بعينه. ضيف على كده الشكوى اللي بقت جماعيه، والاهلي النهارده خاطب اتحاد الكره بسبب الاخطاء اللي حصلت او اتكررت في ماتشات الاهلي الاخيره واخرها مباراه المصري، واللي بتاثر بالتاكيد على نزاهه التحكيم من ناحيه وسمعه التحكيم المصري من ناحيه، وبتاثر على عداله المنافسه، على فكره تكافؤ الفرص. فنتمنى انه يكون في اراده حقيقيه. لازم يبقى في غيره من حكام مصر على سمعه التحكيم المصري. وما اعتقدش انه في حكم ممكن يكون بيحب او بينتمي لنادي، وانا عارف انه عشان برضو ما نظلمش الناس، اخطاء كتيره جدا ناتجه عن قصور في المنظومه ما فيهاش شبهه فساد، لكن في اخطاء تانية الحقيقه اصبحت فجه وبتخلي الجماهير الحقيقه تبقى في غايه الاستياء، وتخلي الجماهير تتبنى نظريه المؤامره. واحنا في يعني في امس الحاجه ان احنا نبعد عن الاجواء دي، اجواء الشحن دي مش هتضيف ولا هتفيد باي شكل من الاشكال. تابعنا طبعا تدريبات النادي الاهلي النهارده مع كريم من شويه، وزي ما قلت لكم يعني الاقرب طبعا للتواجد حتى لو في جزء من المباراه ممكن يكون طاهر محمد طاهر. اشك انه عبد المنعم يكون موجود بكره، اعتقد انه الجهاز الفني ممكن ما يغامرش بيه، خصوصا انك انت رايح على مباراه الزمالك بعد كده ومن بعدها كاس العالم، وعبد المنعم واحد من اهم اللعيبه في خط دفاع النادي الاهلي. فبالتالي ما اعتقدش انه ممكن، حتى لو جاهز ما اعتقدش انه ممكن يكون ظاهر بكره، لكن اللي موجود يسد. وانا الحقيقه مش عايز قصه متولي تاخد اكبر من حجمها، يعني حتى لو لعبنا ماتش الزمالك بربيعه ومغربي او ربيعه وياسر ابراهيم او رجعت هاني او دخلت حمدي فتحي، حتى اعتقد انه ما فيش ازمه كبيره، عشان بس ما 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 مش عايز اقول ما نكسرش، بس يعني ما نكونش بنعمل تاثير سلبي على لاعبتنا. مواقف اصعب بكتير جدا. متولي طبعا لعيب مهم جدا وقيمه جدا، وانا ما انا بحب متولي وبحب امكانياته جدا، بشوفه مدافع عصري. وبالتاكيد عدم التواجد في مباراه مهمه زي الزمالك يعني شيء ما اتمنهوش، لكن في النهايه ده ما يقللش ابدا من بقيه الاسماء اللي موجوده. واتمنى الحقيقه كمان يعني في ظل المراكز اللي احنا بنتكلم على ان فكره ان يكون فيها دعم، طب ليه ما نشوفش لعيب زي رشدان؟ ليه ما نشوفش لعيب زي رأفت خليل يجربوا مثلا؟ ما هي اللعيبه الصغيره اللي كانت صغيره في يوم من الايام اتولدت في ماتشات كبيره زي كده. ممكن ارجع لكم بالتاريخ واقول لكم اسماء بقوا عتاوله بماتش اهلي وزمالك. رأفت خليل ممكن ياخد، رشدان ممكن ياخد، يعني في اسماء دي لعيبه اهلي في الاخر وصلت لانها بقت لابسه تيشرت النادي الاهلي، فبالتاكيد امكانياتها تسمح لها. ماتش صعب وماتش مهم، لكن في النهايه لعبنا ماتشات اصعب من ده، يعني اصعب من ماتش الزمالك 100 مره في غياب مش اسم ولا اتنين، في غياب 7 و8 اسماء، وعملنا ماتشات كويسه جدا. طيب ايه قصه كهربا بقى؟ عشان طبعا انتوا عارفين انه ايقاف كهربا انتهى بتاريخ 11 يناير، هو كان موقوف من قبل الفيفا لمده 6 شهور. فالايقاف ده من 11 يونيو ينتهي في 11 يناير. عشان الاهلي يتاكد من موقف كهربا بشكل رسمي، رغم انه طبعا احنا عارفين انه مجرد انتهى الايقاف من حقه انه يشارك، لكن الاهلي فضل انه يمشي فيه او يتبع الاطر القانونيه ويخاطب اتحاد الكره المصري يستفسر فيه هل كهربا مسموح له مشاركه ولا مش مسموح له. فزي ما حضراتكم شايفين الخطاب اللي ظهر على الشاشه من الاتحاد المصري لكره القدم موجه للدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي، بياكد فيه اتحاد كره القدم المصري على قانونيه مشاركه كهربا. ده معناه ايه؟ معناه انه كهربا بكره ممكن جدا يكون بيلعب في مباراه سموحه، وجدا جدا ممكن يكون بيلعب في مباراه الزمالك، والاكيد لانه طبعا الاتحاد الكوره ما عملش كده او ما ارسلش الخطاب ده من نفسه، او يعني من يعني حسب ما هو ارتاى الشكل القانوني لمشاركه كهربا من عدم، ده بالتاكيد رجع للفيفا والفيفا بلغوا انه من حق كهربا المشاركه، وبالتالي كهربا قانونيا من حقه يشارك مع الاهلي سواء في الكاس او في الدوري او حتى في بطوله كاس العالم، لغايه لما لجنه الانضباط بقى تنعقد في حدود علمي هتنعقد في بدايات فبراير، اعتقد يوم 2 فبراير،
وتقرر بقى اذا ما قررت بعد كده انها تجدد فتره الايقاف ولا يستمر في اللعب مع الزامه بدفع الغرامه ولا ايا كان لجنه الانضباط هتشوف ايه. لكن ده معناه كمان انه الاهلي ممكن يلعب مع او كهربا ممكن يلعب مع الاهلي في مباراه الاهلي في مشوار كاس العالم في الواحد من فبراير. فده اخر تطورات ملف كهربا. مش عايز اختم فقره الاخبار من غير ما بارك لمصطفى عسل اللي فاز ببطوله هيوستن الامريكيه بعد ما تغلب على الانجليزي محمد الشرباجي بنتيجه 3-0 وحقق لقب البطوله وارتقى في التصنيف العالمي عشان يكون الاول على مستوى العالم. مصطفى عسل بطل من ذهب، الف مبروك يا مصطفى ودايما مشرفنا ورافع راسنا. اسم كبير في مجال حراسه المرمى والحقيقه واحد من الاسماء اللي مشرفها مصر بسي في محترم ومشوار الحقيقه اكتر من رائع. كابتن زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر وامريكا الولايات المتحده الامريكيه السابق هو ضيفنا في السادسه دلوقتي من خلال الفيديو كونفرنس بيكلمنا مباشره من لوس انجلوس. كابتن زكي مساء الخير او صباح الخير عندك انت واهلا وسهلا بيك، اشكرك جدا على مشاركتك معنا في السادسه. لا طبعا ده شرف لي اكون مع قناه الاهلي طبعا، وصباح الفل مساء الفل عندكم، صباح الخير هنا طبعا تحت امركم، وشرف لي اكون معاك ويا رب بخير ابو حميد ومتابعك وربنا يوفقك ان شاء الله. سعيد جدا بوجودك معايا. قبل ما ادخل بس في الحوار لفت نظري الصور اللي موجوده، انا عارف طبعا انت رحله طويله جدا في الولايات المتحده الامريكيه ورحله ناجحه الحقيقه بكل المقاييس، عايز اعرف ايه قصه الصور اللي موجوده وشايف اعتقد ده بيل كلينتون رئيس الولايات المتحده الامريكيه الاسبق صح؟ في الصور ما اعرفش ده الرئيس بيل كلينتون ده في جنوب افريقيا وبعد الصور الثانيه دي برضه في البيت الابيض ما اعرفش لو تشوفها مع وفي ثلاث رؤساء كلينتون واوباما وبايدن. الصور اللي دي لو انا اوريها لك مش عارف واضحه ولا لا دي صور ودي صور مع بايدن فدي في البيت الابيض وده الصور مع الثلاث رؤساء بايدن واوباما. ده انت واصل جامد بقى كابتن زكي في امريكا. لا دي الميداليات اللي خدتها كنت مع جالكسي او مع منتخب امريكا في كاس القارات كاس العالم كاس الكونكاكاف هنا بطوله الدوري الامريكي بطوله الكاس الامريكي فالحمد لله. فدي انت 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 نموذج نفخر بيه كمصريين الحقيقه، ومشوار انا عارف انه مشوار بالتاكيد ما كانش سهل، يعني المشوار ده فيه من الصعوبات وفيه من التحديات الكتير، لكن انت الواحد يتشرف ومثل اعتقد نقدر نقول انه المصري قادر على انه ينجح في اي مكان في الدنيا. طبعا لو في اراده وفي قابليه للتطور انك انت ما تقفلش على نفسك انك انت الصح والباقي كله غلط ده اعتقد ان ده السر، ان عندك الاراده الاول انك عايز تنجح اشتغل على النجاح ده وهتلاقي صعوبات كثيره هتقدر تتغلب عليها، بس اؤمن بنفسك وتؤمن بربنا طبعا قبل اي حاجه وربنا بيوفق. يعني انا بقول لك جيت امريكا هنا سنه 94 انا وانا داخل ببص لقيت كلينتون صوره كلينتون بيتحط وانت داخل من الاميجريشن من المطار في صوره رئيس الجمهوريه تبقى كبيره فانا ببص له كده فده كاريزما الراجل ده سنه 94 كان مكسر الدنيا كلها فبصيت له كده بقول يعني ايه دي الصوره دي الشخصيه دي ازاي. بعديها ب 13 سنه اسبوعين بفطر معاه في جنوب افريقيا كل يوم الصبح نفطر ونتكلم واصحاب وكل طب حاجه. طب خليني اقف معاك بمناسبه قصه النجاح والمشوار والصعوبات والتحديات، وانت كنت يعني مدرب حراس مرمى منتخب مصر في وقت من الاوقات مع مستر برادلي. سؤال مهم جدا، يعني على مدار انا من اول ما ابتديت اتفرج على كرة في مصر من اول ما شفت اكرامي وثابت البطل ومن بعدهم شوبير ومن بعدهم الحضري ومن بعدهم وصولا للشناوي يعني عشان ما انساش حد وفي اسماء تانية كتير الحقيقه، ودايما حراسه المرمى في 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 مصر عموما في كره في مصر بتقدم حراس على اعلى مستوى. عمري ما شفت حارس مرمى احترف، عمري ما على الرغم من امكانياتهم تاهلهم، وبشوف حراس مرمى كتير جدا، يعني انا بشوف مثلا ديخيا في المان يونايتد، بشوف مثلا مش عايز اروح لكورتوا وناير عشان دول في حته تانية، لكن بشوف بجد امكانيات حراس مرمى عندنا زيهم زي اهم الاسماء في العالم. ليه حراس المرمى بتوعنا ما بيحترفوش؟ لا بص اقول لك اكون صريح معاك، احنا عندنا مشكله يعني انت تبص يعني انا الجيل اللي انت قلت كرامي ثابت البطل
شوبير ده الجيل بتاعنا يعني، اكرامي قبلنا شويه بس انا طبعا مع شوبير وكنا منتخب الناشئين مع بعض في سنتين وكان في مع سعفان وكان في عادل المأمور وكان في نادر يعني كان في حراس كتير كبيره في مصر في الفتره دي. كنا عندنا احنا اتمرنا مع مين؟ اتمرنا مع، انا اتمرنت مع الكابتن الاسطوره حراس المرمى كابتن خورشيد، الكابتن شوبير لما اتمرن او عادل المامور او اقول لك خلينا في حراس الاهلي ثابت البطل او اكرامي، كان الكابتن حازم كرم، كان مدربين بيأسسونا صح الاساسيات حراس المرمى صح. بعد كده بعد الفتره دي دخل بقى ايه الموضوع شغل اللي هو الحواجز والصعقه والبتاع ونسينا الاساسيات خالص واتمرنا على الرياكشن بس وعلى رد الفعل بس. فعشان كده ما من اخر حاجه يعني شوبير بعد كده كل حراس مرمى بيجيبوا حراس مرمى كويسين بس على قد المستوى الحارس المصري اللي في الدوري المصري، ما فيش حراس تطلع بره عشان بدليل ما حدش، ما فيش حارس عندنا لا بس محترف. مثلا الحضري يعني، هو الحضري اعتقد كان ليه تجربه احتراف اعتقد في سيون في سويسرا ما كانتش ناجحه قوي، لكن الحضري واحد مثلا كان من افضل حراس المرمى لازم يعني، دي حقيقه ما حدش يقدر ينكرها. دي اشوف على المستوى المستوى المصري الدولي او حتى اللي هو المصري او الافريقي ماشي، بس على المستوى العالمي ما فيش. بص لو انا بلعب في النادي الاهلي وبطلع احترف، لو انا ما طلعت انا بقول لعيب كل لعيبه النادي الاهلي، النادي الاهلي ده كبير جدا واكبر نادي في افريقيا وفي الوطن العربي كله، انا لو انا اسيب النادي الاهلي يا سيب النادي الاهلي في الخمسه الكبار اللي هم اوروبا يقعد في نادي الاهلي احسن. الدوري صحيح. البلجيكي الدوري التركي الدوري صدقني حتى دلوقتي الدوري الهولندي نزل، الدوري الهولندي نزل دلوقتي، فالدوريات دي صدقني النادي الاهلي احسن، يا طيب تطلع بتطلع يا ما تطلعش. فانا بمناسبة لما اطلع حد راح سيول متفق معاك لحد راح بشكل كبير جدا في اللي انت بتقوله. خليني اروح معاك بمناسبه كلامك عن الاهلي، وانت طبعا تابعت قرعه كاس العالم، يهمني اعرف رايك، واكيد طبعا انت بتتابع الدوري الامريكي بتعرف عن فريق سياتل ساوندرز الكتير، وهو واحد من الفرق اللي ممكن تكون في طريق النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله اذا ما تجاوز عقبه اوكلاند سيتي في افتتاح البطوله. تكلمنا اكتر عن فريق سياتل ساوندرز، امكانياته، لاعبته، ازاي بتشوف شكل المواجهه، وهل الاهلي قادر من وجهه نظرك على تخطي عقبه سياتل ساوندرز لو ان شاء الله باذن الله ربنا كرمنا وتاهلنا لمواجهته؟ تسمح لي بس في حاجه ممكن اقولها قبل ما اخش في موضوع سيالو. اتفضل. انا يعني اللي فكرني بقى انت مقدم شاطر وربنا يوفقك ان شاء الله وليك مستقبل كبير، انت خدتني في حته ثانيه كنت عايز افتتح بالنقطه دي. اتفضل. يعني انا من ثلاث ايام بالظبط كان عندي اصحابي هنا ومحامين وناس مهمين جدا وبزنس، اصحابي يعني اصحاب امريكان. فانا بالتليفون فبتفرج على النادي الاهلي التصميمات اللي هي الفرع التجمع الخامس الجديد. ايوه. فلفت نظرهم فبنتكلم وكده، فالناس اتبهرت بصراحه. فيهم واحد بيزنس مان يعني بيزنس مان، الناس دي كان حفله عيد ميلاد ابني فكلهم جايين الناس دي، فانا اتكلموا فبيقولوا لي يعني ده فرع، قلت له ده الفرع ده في خمس فروع، ده الرابع بس في واحد اللي هو فلوسر ده خده جاهز، بس دولت اتنشأوا النادي الاهلي بينشأوا. فبصوا فلقوا ايه ده، ايه الانبهار ده. فطبعا قلت لهم انا طبعا كابتن الاسطوره بتاعتنا طبعا اسطوره مصر بفتخر بيها طبعا الكابتن خطيب، ده اسطوره ازاي بس ما كانش لعيب كويس وازاي هو كاداري هو ده اتعمل ولسه دلوقتي بيعملوا استاد وان شاء الله يتفتح الاستاد. عارف الناس تقول لي الناس دي يعني فعلا يقول لك النادي ده وازاي ده نادي وطني، لانك لما بتفتح فرع جديد يا احمد مش عشان انت بس تفتح فرع جديد، انت شوف هتفتح بيت كام واحد. أيه. الانشاءات اللي اتعملت، الاسمنت، الكلام ده كلها اقتصاد بلد، ده فعلا بلد اذا كنت بتقول النادي الوطني فالنادي الوطني كم وظيفه هتتعمل. انا ممكن عندي انا نادي واحد اقعد احط افتح فيه حمام، افتح فيه كل يوم حمام كل حاجه، هتشغل ايه ولا هتعمل؟ مفيش حاجه. صح. انما انت بتتوسع وبتفتح وبتدي امتداد عمراني وبتدي طبعاً. قاعده ممارسه ده. لابطال ومواهب جديده ده. يعني طبعا ده. الوطنيه مش الوطنيه ان انا اطلع
اطلع بيان واعمل بيان زي ما كنا بنعمل في السبعينات والثمانينات وهنحرق اسرائيل وهنرميها في البحر والكلام الاونطه ده، لا، الوطنيه انك تعمل وتفتح وتفتح بيوت صحيح. وتستثمر. طيب عشان وقت يا كابتن زكي، طبعا انا متفق وده واحد من اهم اهداف وبرنامج عمل واستراتيجيه الاداره في النادي الاهلي، لكن يهمني اتكلم معاك كوره برضو بما انك موجود في امريكا. عندي ملفين مهمين، ملف كاس العالم. النقطة دي قاعد أقولها بس عشان أصحاب اللي هنا واللي تعاد كأمريكان شافوا وشايفين النادي الأهلي وعظمة النادي الأهلي بيعمل إيه للبلد، فدي بس نقطة أحب أعملها صحيح. يعني أقولها بس. طيب. بالنسبة بقى للكورة، سيالو سيالو ساندر عندهم مدرب اسمه براكي، المدرب ده أتمنى إن شاء الله إنه أجيبه مصر يتمرن في مصر، ده اللي عامل النادي، الهيد كوتش اسمه براين ده موجود عشان كان من يوم الأولاني في النادي، بس براكي ده من مدرب انا شايفه هيكون له يعني لو حتى لو نزل مصر هيعمل طفره كبيره، هو بيلعب كان بيلعب في ايفرتون، لعب في منتخب يوغوسلافيا وهو صغير جدا، جه امريكا لعب منتخب امريكا سنه 98 في كاس العالم ولعب مع المنتخب الامريكي، عنده كل هو اللي كون الفرقه دي، والفرقه دي كلها يعني انا كان حتى اللعيبه كان في لعيبه بيجيبها بيسالني عليها، ف الفرقه دي كويسه، فرقه محترمه، انا اتمنى بس الاهلي يفوكس الاول او يهتم الاول باوكلاند، لان من غير اوكلاند مش لازم نكسب اوكلاند ان شاء الله طبعا. ونجي لسيالو، في سيالو فرقه كويسه جدا، هيكون ماتش صعب مش هيكون ماتش سهل، انا كنت اتمنى نلعب الهلال او الوداد صراحه، لان ده مش هنبقى سهل، مش عايز النادي الاهلي يقولوا ده فرقه بس نحط في الاعتبار انه يعني خبره اللعيبه وخبره التيم ده، تيم الاهلي الحالي في كاس العالم خبره مش قليله وخبره كبيره، وسبق ولعبنا فرق زي بايرن ميونخ وفرق زي بالميراس وزي مونتري، وقدر الاهلي ان هو يجاريهم وفي اوقات كتير يكسبهم. اقول لك عشان نكسب الماتش ده الاهلي يكسب، انا نصيحتي يعني النادي الاهلي ان طبعا اتمنى الاهلي يكسب، انا قبل كده مصري قبل امريكا قبل اي حاجه، انا مصري فلاح من المحله، فطبعا عايز الاهلي يكسب باذن الله، بس انا بقول لك عشان الاهلي يكسب لازم يكون في يوم الماتش ده 7-8 لعيبه يوم كويس يومهم. طب انا يوم عايز اتفق معاك على حاجه يا كابتن زكي، اذا ان شاء الله باذن الله ما تجاوزنا عقبه اوكلاند سيتي، انا عايز اعمل معاك لقاء تاني ان شاء الله قبل مواجهه سياتل ساوندرز نتكلم فيه بالتفصيل عن الفريق. وسؤال اخير بس عايز اعرف منك اخبار احمد حمدي ايه؟ هو انا عارف انه بيلعب في الدوري الامريكي، اعرف منك اخباره ومستواه مردود تجربته. كويس، انا اتكلمت معاه كم مره، لعيب كويس، هو بيلعب في مونتريال بيحبوه، هو بالسنه اللي فاتت بس بيلعب اساسي يقعد احتياطي، يعني مش لان انا بره الكره هنا عاليه جدا، انما لعيب كويس ومؤدب واخلاقه كويسه وملتزم جدا، ومدربين حتى المدرب بتاعه لما بتكلم معاه محترمين جدا، وراجل محترم ومحترف، راجل محترف كويس وعارف الاحتراف يعني، فانا شايف انه بني ادم كويس. لو اتعرض عليك ترجع تدرب تاني في مصر تحب تكرر التجربه؟ لا، يبقى صعب. في المنظومه، في منظومه اللي موجوده دلوقتي صعب جدا. افضل حارس مرمى مصري في الوقت الحالي من وجهه نظر كابتن زكي عبد الفتاح؟ للاسف يعني الشناوي هو الوحيد اللي هو فارق عنهم، بس للاسف السن دلوقتي 33 سنه او حاجه، فما يبقى صعب ان هو صعب، انما غير كده ما للاسف هم كويسين، في 5-6 كويسين الدوري المصري، انما فوق الدوري المصري او المرحله الثانيه ما فيش للاسف. كابتن زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر والولايات المتحده الامريكيه السابق، بشكرك شكرا جزيلا، وعلى وعد خدت منك وعد على الهواء، ان شاء الله اذا ما فاز الاهلي في مباراته الاولى في كاس العالم هيكون ليها لقاء ثاني ان شاء الله في السادسه، بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا. فاصل ونرجع لحضراتكم. عشان ادخل مدخل مباراه الاهلي وسموحه ومن بعدها الاهلي والزمالك ومن بعدها كاس العالم، لازم ابتدي من امبارح، لازم ابتدي من الكلاسيكو اللي رجع مره تانية. بمنتهى الصراحه انا وانا بتفرج على الماتش يعني كنت شبه عصر على نفسي ليمونه، يلا نتفرج على البارسا والريال اللي ما بقاش يعني من بعد ميسي ورونالدو ما بقاش، لكن امبارح لا، كوره غير. وامبارح الحقيقه اهم حاجه يمكن لفتت نظري في المباراه هو خط نص برشلونه، ازاي تمتلك لعيبه كوره مش هقول عليهم سوبر ستارز، مش هقول عليهم اكبر، ما هماش ميسي وما هماش رونالدو وما هماش نيمار وما هماش صلاح وما هماش امبابي، بيدري، جابي، ديانج، وبوسكيتس، اربع لعيبه حقيقه يعني متعوني كوره. القصه بسيطه وسهله، وهي برشلونه طول عمرها الحقيقه السهل الممتنع، بس اجاده مهارات التسليم والتسلم، اجاده مهارات التحرك بدون كوره،
السرعه في نقل الهجمه، بس هي قصه كده. ليه ما بنشوفش ده في ملاعبنا؟ انا مش عارف، يمكن نجمنا النهارده في سادسه كابتن رمضان السيد يكون عنده اجابه على السؤال ده. وخليني ابدا معاه على طول بكلاسيكو، بس بعد بقول له اهلا وسهلا بيك في السادسه، منور الدنيا يا كابتن رمضان. ربنا يخليك يا ابو حميد، الله يخليك. الواحد هو بيشوف الكوره بيلاقي الموضوع سهل قوي، يعني التيكي تاكا دي، فكره انك انت تقعد، انا بسمع دايما في كل ماتشات الدوري المصري صوت المدربين من بره، باس باس باس. هي الفكره مش انك انت تعمل عدد نقلات تقول انك انت مستحوذ بيه، الفكره انك انت ترهق الخصم، الفكره انك انت تعمل نقل سريع للهجمه، وده اللي عمله لعيبه برشلونه امبارح زي الكتاب ما بيقول. هو يعني قبل المباراه احنا افتقدنا المتعه في الكلاسيكو الحقيقه، أي. في بعد ما مشي رونالدو، بعد ما مشي ميسي طبعا. قعدنا فتره كلاسيكو مظلم شويه كده، مظلم طبعا، لكن الحقيقه مباراه امبارح يعني ايه المتعه دي؟ ايه المتعه؟ يعني انت عارف متعه ايه؟ ما فيهاش فرديه، متعه جماعيه. جماعيه يعني ده في برشلونه امبارح بيعمل حوالي 28 تمريره. لا وبيلعبوا مين؟ يعني خط النص اللي قدامهم في مين يا كابتن رمضان؟ مودريتش، توني كروس، كامافينجا، يعني لعيبها يعني على اعلى مستوى. طبعا طبعا. لا امبارح الحقيقه عملوا جيم خرافي، جيم هايل الحقيقه. انا بقول لك في دقيقتين كده مسكوا فيها الكوره، عملوا فيها حوالي 28 تمريره، وفي نفس الوقت ايه، مش كمان تمرير سلبي، وبعد كده بيفنشوا بهجمه. يعني عندهم حتى السرعه في التلت الهجومي، ايه ده؟ ده يعني لا، هي هو ماتش امبارح ده يدرس طبعا. يعني طبعا يعني الناس اللي عايزه تشتغل لازم تتفرج على الماتش ده مره واثنين وثلاثه، ويشوفوا ازاي بنى الهجمه وازاي نقل الكوره. حقيقه يعني درس خصوصي زي ما بيقول. يعني زي ما بقول لك كده، انت النهارده بعد ال 28 تمريره او 25 تمريره بيعملوها، بيفنش بهجمه. تلاقي مثلا واحد مدي ظهره مثلا للجناح الشمال، وهو عارف ان هو موجود هناك، وراح عاملها له، والتاني راح واخدها وفي عامل واحد ضد واحد، وبعدين راح عاملها بعرض جول. لا التمكن، يعني انت عارف ايه، فكروني بالاداء بتاع جارديولا في الاول كمان، جافي وبيدري تحديدا، حسسوني امبارح انه انيستا وتشابي مره ثانيه. يعني نفس مدرسه لاماسيا، نفس الكنترول، نفس الشخصيه، نفس الحجم. يعني اثنين لعيبه صغيرين جدا، لكن قائد اوركسترا زي ما بيقولوا. حاجه ممتعه، حاجه ممتعه الحقيقه. واعتقد ان برشلونه امبارح عمل جيم. حتى هقول لك حاجه، يعني لو انت بتعمل مثلا توقعات قبل المباراه، هتقول ريال مدريد. أي. لان ريال مدريد ماشيين كويس في الدوري، وفي نفس الوقت برشلونه متصدر. برشلونه متصدر الدوري دلوقتي. ما انا بقول لك، يعني هم كانوا فتره كانوا ماشيين كويس في الدوري، لكن الحقيقه اداء امبارح لا، رجع لنا الكره الجميله والكره الممتعه. لما تقعد تستمتع بالكوره في مباراه امبارح الحقيقه. جماهير البارسا صبرت كتير. طبعا صبرت طبعًا كتير طبعًا عشان توصل لده. طبعا. واستحملوا تشابي في كبوات عنيفه كبيره كبيره وعنيفه، ودوري الابطال طبعا، وخروجه من دوري الابطال ودوري المحلي، عندهم ماتش صعب جدا مع اليونايتد في اليوروبا ليج. طبعا بس طبعًا. بس في اوقات كتير الصبر ده، سواء من الاداره، انت عارف ان عندنا هنا الادارات غالبا ما بتصبرش، يعني ثلاث اربع ماتشات تتغلب يلا مع السلامه. فاعتقد وهو بيجيب نتيجه. احنا لو تشافي عندنا كان زمانه مشي من زمان. كان زمانه مشي صحيح. اجي معاك لماتش بكره. ماتش بكره جاي في توقيت مهم. في بدايه الحلقه كنت بقول انه مباراه سموحه بكره بالنسبه للجماهير ليها ثلاث نقط مهمه، ثلاث حاجات مهمه. الحاجه الاولى انك تكسب المباراه وتتاهل لنهائي الكاس. الحاجه الثانيه انك انت تطمن على فرقتك قبل تروح بعد الماتش ده للزمالك. للزمالك. وهي مع ماتش الزمالك تجربتين مهمين جدا وفي منتهى القوه قبل ما تروح كاس العالم. من هنا المباراه ليها اهميه كبيره، وخصوصا انها جايه بعد تعادل مع المصري. شايف الظروف والمقدمات ما قبل المباراه ازاي؟ طيب قبل ما نتكلم عن المباراه الحقيقه، انا عاوز اتكلم على الفتره اللي هي الفتره اللي فاتت. طيب. اللي هي فيها الحقيقه الثلاث اربع مباريات الاخيره. لا النادي الاهلي رجع، استعاد جزء كبير من استعاد مستواه واستعاد ادائه الحقيقه، وابتدى الضغط اللي كان بيتعمل في السبع مباريات الاولانيين الحقيقه يتعمل بشكل كويس قوي، بشكل هايل الحقيقه. احنا بنتكلم على ماتش بيراميدز وماتش امبي وماتش المصري. انا تاني يوم الماتش قلت الاهلي كورته ما فيهاش مشاكل. مشكله وحيده هي اللمسه الاخيره طبعا. وخصوصا الشوط الثاني. الشوط الثاني في مباراه المصري، لا انت بتعمل كل حاجه في الكوره. مظبوط. اولا ضاغط، ومش مدي مساحات لفرقه المصري عشان تروح للجول زي الشوط الاولاني. الشوط الاولاني كان فيه شويه خلل كده بسيط. لكن انت لا، الشوط الثاني
كان بينقصه ان الناس تركز. انا يعني انا في فرص مش مصدق ان لعيب بيضيعها، يعني الفرصه بتاعت قفشه وحسين الشحات، يعني انا بقول ايه، يعني لازم يبقى في طمع. انا قفشه ده انت مواجه للمرمى وانت سابق بحوالي 10 يارده، كان ناقصك بس ان تزق واحده كمان وتحط انت ببطن رجليك، لان الجول كان مفتوح بالنسبه له. لكن هو لما جه لعبها لحسين الشحات الحقيقه ما اتلعبتش باتقان. الاصابه اللي كانت عنده طبعا ممكن تكون مقصره. انا يعني انت عارف برضو يعني لما لعيب بيتصاب اصابه جامده ويكمل الماتش كله بتاثر على قراره، بتاثر على ثقته في نفسه، بتاثر على الدقه. هو شخصيا ممكن يكون قال حساباته، لا انا ممكن اضيعها اضمنها مع الشحات، فممكن وهو القرار يبقى مرتبط بفكره الاصابه اللي حصلت له في بدايه وهو المباراه. بنسبه كبيره جدا الكلام انت بتقوله ده صح 100%. لان الاصابه مش ما كانتش مثلا غرزه غرزتين، ده 20 غرزه بيقول 20 غرزه ولا مش عارف 19 غرزه، ده حاجه جامده جدا. يعني الطبيعي ان هو كان يخرج من الملعب ما يكملش الماتش، ما يكملش المباراه. أيوة. لكن انا بقول ان قفشه كمان بطل ان هو كمل المباراه. مظبوط. لكن انا بتكلم بقى لو قفشه في حالته الطبيعيه. أيوة. لا ده هو كمان خطوه في الدريبل بتاعه وكان حاطط بطن رجليه شمال او يمين والمرمى مفتوح. لكن حتى لما راحت لحسين الشحات حظه السيء ان هي رجعت لورا شويه خطوه. أيوة. سنه فدي اللي صعبتها خليته صعبتها الحقيقه. الحقيقه كمان الفرصه بتاعت احمد عبد القادر، يعني اولا اتلعبت كويس قوي 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 جدا، يعني كره ممتعه صحيح. 1 2 في ربط وفي جماليات وفي كل حاجه الحقيقة. ولو خلصت كانت جون جميل. بالظبط. يعني كان بينقصه كان بينقص اللعبه دي ان احمد قادر يحط بطن رجليه في زاويه من الزوايا، واحمد عبد القادر عنده الحته دي جامد جدا فيها كمان. فهي يعني داخل فيها ان انا تركيز شويه وداخل فيها عدم توفيق، عشان كده احنا الشوط الثاني رغم استحواذنا ورغم الفرص الكتيره قوي اللي جات لنا في فرصه لشادي وفي فرصه لشريف وفي فرصه لحمدي. طبعا. ما انا عشان كده انا بقول لك صداع في راس كولر بيتهيألي، يعني انه مدرب يعمل جيم زي ده قدام فريق زي النادي المصري، وفرقه مصر فرقه حلوه، فرقه بتلعب كوره يعني، وعندهم المحترفين كويسين قوي. دغموم ده عجبني جدا بصراحه. يعني دغموم والجلاسي الجلاسي لعيبه جامده جدا، وايزي ايميكا الحقيقه لعبتهم، وحتى المصريين في منهم لعيبه كويسه قوي. فانك انت تعمل الجيم ده وتسيطر كده وتستحوذ كده وتخلق الكم الكبير جدا من الفرص ده وتطلع النتيجه درو، صداع محبطه بالنسبه للمدير الفني. طبعا لان انت يعني انت عارف ايه، كل ما بتزود الابناط اللي بينك وبين المنافس طبعا اعتقد انت بتدي لك اريحيه، طبعا بتلعب المباريات اللي بعد كده بتصدر له هو التوتر. طبعا بتضغط عليه هو اكتر. بالظبط كده. يعني ده مهم جدا، ويمكن انا زي ما بقول لك هي بس عايزه تركيز وعايزه ثقه وعايزه بحته المهاجمين بالذات. انا النهارده ما ينفعش كل مباراه هلعب بحد، العب بمحمد شريف النهارده، المباراه اللي بعديها بلعب بشادي، المباراه اللي بعديها كنت بلعب بحسام، المباراه اللي بعديها مش عارف بلعب ببيرستاو. انا في رايي ان مفيش ولا واحد فيهم عنده فتنس مباريات، ولا واحد فيهم، لا محمد شريف ولا شادي، وكان في نفس الوقت كان حسام قبل ما يمشي الحقيقه. لان كل واحد بياخد ايه شوط 45 دقيقه، بياخد 60 دقيقه، بياخد 15 دقيقه، وده ما بيدلكش لا الثقه ولا فيتنس مباريات. فيتنس مباريات ده حاجة مهمة جدا جدا. أنا كمهاجم لا ده أنا لازم آخد وخلاص بقى، بطلع سرعات وبطلع قوة وبتمركز، بعرف إزاي بتمركز وبعرف إزاي الحاجات دي كلها مهمة جدا. يعني أنا يمكن من حوالي يعني مثلا حضرتك عايز تقنعني إن كولر مثلا في مباراة المصري، أنت عارف كولر لو قرر مثلا ما يغيرش شريف، حجم الانتقادات اللي هتتوجه ليها عامله ازاي؟ طبعا. بس انا ما هو في حاجه بس، يعني انا سيبك من الانتقادات دلوقتي. انا عاوز اوقف مهاجم من المجموعه اللي معايا دي، من الاثنين اللي معايا او الثلاثه. طبعا بيرسي تاو مصاب ومشكله يعني في اصابته. بيرسي تاو مش مهاجم صريح يعني، موسيماني وظفه مهاجم، كولر وظفه مهاجم، بس يعني ما هو ده رايي المتواضع، هو مش راس حربه. ما هو انت بقى ومش مواصفات راس الحربه اللي جمهور النادي الاهلي مستنيه بصراحه. ماشي يعني ماشي، بس انت في الحاله اللي عليها شادي والحاله اللي عليها محمد شريف. أيوة. اعتقد ان انت لما وظفته هو انتج. يعني لولا الاصابه كان هيكمل. فانا بقول ان واحد فيهم يكمل، لازم يكمل،
لان صعب جدا جدا الحقيقه. والاثنين انا في رايي كمان في فقدان ثقه. يعني لا ده الكور اللي بتجي لهم دي لو في حالاتهم ولو هم في بقى ثقه وواخدين 90 دقيقه وكل واحد بياخد 90 دقيقه صح يعني، لا الحاجات دي كلها تيجي جوال. انا بشوف انه ده الحاله العامه دي يعني ممكن تبقى مسببه ضغط مش ملوش علاقه بالكوره، ضغط نفسي او ضغط معنوي نفسي هو يعني ملخبط حسابات شريف وشادي شويه طبعا، ومعاهم حسام لما كان موجود. طبعا يعني. طبعا ده بنسبه كبيره جدا طبعا. هقول لك حاجه، الكره بتاعت شادي اللي كان المفروض يلعبها من مره واحده، ايوه اللي استلمها باليمين وحاول يلطشها بالشمال. طب انت الشمال بتاعتك يا شادي مش عاليه مش جامده، طب انت ليه ما حطيتهاش مره واحده؟ وده اللي انا بقول لك عليه، لو انا باخد يبقى هتلاقيني تصرفي يبقى في انا مركز في تصرفي وفي سرعه والحاجات دي كلها ورد فعلي كمان، الحاجات دي كلها محتاجه ان انا اخد الحقيقه. طيب عشان اتكلم معاك على الماتش، المواجهه الاخيره بين كولر وطارق العشري في الدوري انتهت بالتعادل، مباراه كانت دفاعيه بحته من سموحه، هجوميه عقيمه من النادي الاهلي ما قدرش فيها يخترق دفاعات سموحه. هل تتوقع انه ماتش بكره مع الفرق، طبعا دي مباراه كاس يعني ما فيهاش تعادل يعني لازم حد فيها يكسب، تتوقع انه يكون نفس السيناريو ولا سيناريو المباراه قد يختلف؟ هو طبعا ادائنا في مباراه سموحه اللي فاتت الحقيقه انا بعتبره من أسوأ اداء النادي الاهلي في الفتره الاخيره كلها اجمالا، فتره كبيره جدا. أيوة. لانك انت في خلال 90 95 دقيقه بالوقت الضايع ما ضيعتش فرصه ما راحش للجول يعني ماتش فيوتشر مش اوحش؟ لا ماتش سموحه اسوء، ماتش فيوتشر اللي كنت بتلعب فيه انت 70 دقيقه زياده ومتقدم بس يعني بس وكسبان، بس وصلت للجول وصلت للجول. انا بتكلم ان انت في 95 دقيقه انت ما ضيعتش فرصه في ماتش سموحه، ودي طبعا يعني مش النادي الاهلي. ايوه فطارق العشر الحقيقه احنا بقى لنا اربع مواسم ما بنكسبوش، يعني اذا كان مع طلائع الجيش اذا كان مع هي طريقه عقيمه قوي بصراحه انتهت من كره القدم يا كابتن يعني. صحيح طبعا انا ما بلومش كابتن طارق يعني بس الطريقه دي في اللعب انتهت من بالظبط، ما شفهاش غير في مصر تقريبا. بالظبط بالظبط يعني احنا شفنا كاس عالم الحقيقه حتى السعوديه تونس اليابان كوريا كله بيهاجم وكله ايه، وعشان بتهاجم كسبت فرق كبيره لها اسم اسماء كبيره جدا. انت لما السعوديه بيكسب ارجنتين ولا اليابان كاميرون يكسب برازيل، اليابان يكسب المانيا واسبانيا، تونس تكسب فرنسا المغرب اسبانيا والبرتغال وبلجيكا، عشان ما كانش حد نازل المدربين دولت نازل متحفز بقى بيضايق مساحات. دي كره ثانيه غير الكره اللي عندنا كابتن رمضان. لا طبعا صح طبعا طبعا زي ما بنتكلم على ماتش مباراه برشلونه امبارح، اداء برشلونه مش هقول لك ريال مدريد، زي ما اكلمك على كاس عالم اللي فات ده احنا كره ثانيه خالص مختلفه عن الفكر، مش هقول لك بقى اللعيبه في الملعب ولا الفكر نفسه بتاع المدربين والكره اللي انت بتتفرج عليها، لا مختلفه خالص. انت هقول لك حاجه، انت في كاس عالم الحقيقه وانت بتتفرج على المباريات، لما تيجي تتفرج على مبارياتنا احنا انت عارف العاده لما بتجيب مثلا هجمه مثلا كويسه والمخرج مثلا بيحب يعيدها ولا حاجه، احنا كل الاداء بتاعنا اعاده. دي مشكله كبيره جدا، الريتم السريع ده يعني اهم حاجه في الكوره. يعني هقول لك حاجه يعني. احنا كنا في محاضرات الحقيقه مع ناس كبار يعني كان بيكلمك اهم عنصر دلوقتي موجود في الكوره عنصر السرعه. وعنصر السرعه بقى ده شامل بقى يعني السرعه العدو وسرعه اللعب والريتم والحاجات دي كلها احنا برضك بنفتقدها للاسف الشديد. يعني بنفتقد العنصر دوت اللي هو زي ما بقول لك، انت شفت في كاس العالم، شفت امبارح في برشلونه بيأدي ازاي، بيأدي بشكل يعني اولا ازاي هم محضرين، يعني مش مثلا كل لعيب بتجيله الكوره بيقول انا هعمل ايه، لا ده هم محضرين، ما يقدرش يعمل ال 28 تمريره دي الا لما يكون كل لعيب في ال 10 اللي موجودين في ال 11 بما فيهم حارس المرمى محضر قبل ما بيجي له الكوره، ده محضرين ايه كمان؟ هو مش محضرين لمسه ولا لمستين، لا ده انا الكوره جات لي بديها لاحمد، احمد لو اداها تاني انا بديها لمحمود، انا محضر ثلاث اربع لمسات، فبالتالي ريال مدريد وقف. ومهم جدا هنا في الجزئيه اللي انت بتقولها دي يا كابتن رمضان، فكره انه ازاي اللعيب بيتحرك من غير كوره. طبعا ما هي دي يعني في اوقات كتير جدا في اوقات كتير جدا
اللعيب ممكن يبقى معاه الكوره ومش بحسها في كوره على مستوى المنتخب بالظبط بتاعنا وعلى بالزبط. مستوى فرقنا برضه اللعيب بيجي له الكوره هو مش عارف يعمل بيها ايه يعني بالزبط. ما عندوش حلول مفيش حد ظاهر له مفيش لكن في برشلونه امبارح لا ده انا عندي حل واثنين وثلاثه بالظبط انا بباص الكوره وبتحرك لزميلي في ظهر المدافع اللي ضغط عليه بالزبط. عشان اديله مساحه تمرير وهكذا استلمها والاقي واحد تاني بيتحرك يعني فكره التحرك بدون كوره مره اتحرك لكن بتمرر لكن مش 11 لعيب كل واحد واخد مربع في الملعب كاتبه باسمه واقف فيه مستني الكوره تجيله عشان يبصيها للمربع اللي جنب منه ولا دي خالص دي ده خلاص ما عادش موجود في الكوره الحديثه والكوره اللي احنا بنتفرج عليها الممتعه بقى زي ما بقول لك لا الناس البرازيل كان زمان يقول لك هم متفوقين على كل اوروبا وكل العالم ان هم بيحضروا ثلاث لمسات ده احنا حاليا دلوقتي بنشوف ناس محضرين خمس لمسات ايوه يعني تخيل فعشان كده الكوره ممتعه احنا زي ما بقول لك مهم جدا عنصر السرعه ومهم جدا الناس تحضر ومهم جدا كمان ان يبقى في ثقه كمان الناس اللي بتخش 18 من لعيبه النادي الاهلي دي يبقى في ثقه ان انا وتركيز واقول ايه يعني انا في رايي ان انت مثلا لو سي مثلا شادي او سي مثلا محمد شريف او سي احمد عبد القادر او اي حد بيخش ال 18 بفرصه انفراد اقول ايه او حسين الشحات اقول هي دي الفرصه اللي هتجيلي لو في اول ثانيه في المباراه يبقى معنى كده ايه ان انا احط فيها كل تركيزي او اجيب جول انا يا جماعه انا بقول لهم ايه انت هتجيب جول بتكسب فرقتك في اوقات التركيز الزياده عن اللزوم يا كابتن رمضان ممكن يخلي النتيجه مش كويسه يعني لعيب لما يبقى يعني انت عارف في لعيبه ممكن بتلعب بمنطقه يقول لك دايما مثلا ايه ليه لعيبه في الانديه الثانيه بتبقى بتلعب براحتها او يا دنيا يعني ماشيه كويس قوي معاهم بيلعبوا كوره حلوه جدا ومنهم لما يجي لعيب لما يجي النادي الاهلي ما تلاقيش نفس الكواليتي ما تلاقيش نفس المردود ده بسبب الضغوط اللي موجوده في فوقات كتير جدا الضغوط دي بتجيب والتركيز الزياده عن اللزوم بيجيب نتيجه عكسيه طيب ما انا هقول لك حاجه انت النهارده حسام حسن لسه ماشي من اربع ايام ولا جاب جونين في ماتش جاب جونين في مباراه أيوه. حسام حسن في كل المباريات اللي لعبها جاب اربع تجوان الضغوط بتاعه النادي الاهلي وجماهيره والبطولات بتاعته اعتقد بتعمل ضغط جامد جدا على النجوم اللي بيجوا مباراه ازاي هيتعامل كولر مع سموحه بكره وايه اوجه الاختلاف اللي تتمنى انك تشوفها في مواجهه سموحه بالتاكيد الراجل لعب حافظ الفرقه فهم طريقه لعبها ايه اللي انت مستنيه من كولر في مواجهه سموحه بكره هسمع رد كابتن رمضان السيد بس بعد الفاصل طيب تاني مواجهات كولر وطارق العشري هيكون ايه السيناريو بتاعها وايه اللي منتظر من مستر كولر في مواجهه سموحه بكره علما تاني باكد ان دي اكيد هتبقى متاخده في اعتبارات المدربين يعني طارق العشري لما بيلعب زون ديفنس قدام النادي الاهلي وبيقفل منطقه الجزاء ب 11 لعيب هو عارف في النهايه انه هدفه يطلع بنقطه تعادل ولو قدر يخطف من مرتده مع ان ما شفناش حتى محاولات لمرتدات لكن لو قدر يخطف يبقى خير وبركه لكن في النهايه دي مباراه كاس ولابد من وجود فايز ويعني طرف يفوز وطرف يخسر بالتالي دي اكيد هتاثر على حسابات المديرين الفنيين وبالتالي ايه المنتظر من كولر في مباراه بكره هل تتوقع واحد تغيير في طريقة اللعب في مواجهة سموحة. اثنين بما انه فريق طريقته الأساسية دفاعية ممكن ناس تقول لك مش محتاج ألعب باثنين على الدايرة ممكن أكتفي بواحد بس وأزود لعيب يعني مهاجم وممكن ألجأ لنفس الطريقة لكن مع تغيير الأسماء من وجهة نظر كابتن رمضان هي بس تغيير طريقة اللعب بقت صعبة في خروج طبعا محمود متولي محمد عبد المنعم السردباكات اللي هي فيها مشكلة متولي يعني موجود مفترض يعني متولي موجود بكرة هو موجود بكرة بس هو برضك عاوز يعد حد جنب هجيلك في الحتة بتاعت خط الظهر دي لوحدها ماشي ماشي طبعا طارق العشري انا زي ما بقول لك احنا بقى لنا اربع مواسم ما بنكسبوش ليه أيوة. لان هو بيضيق مساحات بشكل قوي جدا جدا ما بيضيقش مساحات خالص وكمان بينزل زون نص ملعب يعني مش كمان بيضيق مساحات لا وزون نص ملعب فبالتالي انت الحلول عندك بتبقى قليله جدا او ان انت توصل له او تختاره انا اسال حضرتك سؤال على الماتش اللي فات لو الاهلي لعب الماتش اللي فات 4-4-2 يعني لو لعبنا مع فرقه يعني فرقه ما بتهاجمش فرقه ما بتحاولش تطلع بتعدي نص ملعبها لو لعبنا باثنين روس حرب لو لعبت بشادي مثلا مع ايا كانت الاسماء حضرتك ممكن تختار اسماء بس انا مثلا اقول لك هلعب بشادي وشريف اوكي وهلعب وراهم بقفشه مثلا وسافيو وعبد القادر
سافيا على اليمين وقفشه في النص وعبد القادر على الشمال، والعب وراهم بديانج والعب على الطرفين بخط الظهر العادي بتاعي هاني ومعلول على الاطراف وياسر طبعا هل ده ما كانش يضرب التكتل الدفاعي وممكن يلاقي فرص؟ ما هو انا هقول لك حاجه، يعني تلاقي فرص اكتر. انت مش في مباريات بيبقى مثلا شادي بيلعب وبعدين بتيجي بتلعب مثلا محمد شريف اخر 20 دقيقه او محمد شريف بيلعب وتيجي تلعب شادي مثلا 25 دقيقه وانت بتكون متعادل وانت شايف ان الفرقه اللي انت بتلعبها بيلعبوا زي نص ملعب ومضايقين مساحات وما بيجازفوش في النواحي الهجوميه، فانت ليه بتغير مهاجم بمهاجم؟ طب وبعدين انت مثلا بيبقى عندك مثلا محمد هاني الفتره الاخيره الحقيقه عامل مباريات على مستوى عالي جدا، كل الناس اشادت بهاني الفتره الاخيره طبعا يستاهل وحقه. طبعا لان محمد هاني ابتدى الكروس بتاعه الزبط، ابتدى المسانده الهجوميه تتعامل بشكل كويس قوي، ابتدى يخترق الحاجات دي كلها ما كانتش موجوده. فلما يكون عندك محمد هاني في اليمين وعلي معلول في الشمال، طب ما انت الاثنين بيعملوا كروسات نموذجيه، طب ما في التوقيت اللي انت بتغير بقى مهاجم بمهاجم، طب ما تسيبهم الاثنين وتركز على ان علي معلول يحط كروس ومحمد هاني يحط كروس. أيوه. واحد فيهم هيلمس. لكن من اول المباراه صعبه، من اول المباراه من اول المباراه صعبه، لان هتفضي لك وسط الملعب الحقيقه، ودي طبعا يعني مشكله. لكن لو انت عندك مثلا حمدي فتحي وديانج الاثنين عندهم القوه وعندهم الاستخلاص وعندهم الاثنين يقدروا ان هم يغطوا مساحات ويعملوا بلوك مساحات، خلاص ما تقلقش وتلعب فعلا باثنين مهاجمين واثنين من تحتيهم، يعني تلعب باثنين من تحتيهم اجنحه، وتتكلم بقى مع علي معلول وتتكلم مع محمد هاني ان احنا نركز بشكل كبير جدا على الكروس اللي هو يتحط الاثنين. بمناسبه الاطراف، هل بتشوف انه صفقات الاهلي الجديده خالد، مروان، كريستو ممكن يظهروا في ماتش بكره؟ ممكن بنسبه كبيره جدا الحقيقه. انا كريستو يعني لو انا القرار في ايديا انا لازم اديله بكره. ايوه لا انا لازم ابدا بيه، هقعد معاه والفتره الاسبوع اللي فات دوت اكيد الراجل قاعد معاه واشتغل عشان يخش جوه الحقيقه تيم النادي الاهلي. كريستو من اللعيبه المميزه جدا واللي هيثبت وجودهم. طبعا بكره في حل من الحلول بتاعت السردباكات انك انت تدخل محمد هاني يلعب جنب ربيعه ويتلعب خالد، تبدا بخالد. خالد برضك خلي بالك عامل الفتره اللي فاتت دي اداء مميز جدا وبيعمل الناحيه الهجوميه وبيعمل الناحيه الدفاعيه بشكل كويس. صحيح. سؤالي الاخير مرتبط بالنقله بين السموحه والزمالك. هل افضل من وجهه نظرك رغم انه متولي، انت عارف مسابقه الكاس مالوش علاقه بالايقاف في الدوري، فهي متولي متاح بكره، متاح بكره، هل تراهن على ثنائي تحتاج انك انت تلجأ له في مباراه الزمالك وتدي له في ماتش بكره تزود منهم بينهم مساحه التفاهم، خصوصا انه سموحه يعني هيلعب كره دفاعيه، فيعني ما اعتقدش انه يبقى فيه هجوم كتير او مشاكل كتير لخط دفاعك، ولا تلعب على الافضل المتاح بالنسبه لك؟ والسيناريو الزمالك من وجهه نظرك مين افضل اثنين من وجهه نظر كابتن رمضان يلعبوا في خط ظهر النادي، في قلب خط ظهر النادي؟ يعني على حسب يا احمد، محمد عبد المنعم هل هيرجع في ماتش الزمالك ولا لسه؟ لو رجع محمد عبد المنعم وربيعه يبقى خلاص، تبقى دي اتقفل. تمام. انا في رايي ان لو ما رجعش محمد عبد المنعم يبقى لازم هاني يخش جوه جنب، لان هاني عمل المركز ده بشكل كويس قوي. أيه. قوي يعني، يمكن وهو حتى الدنيا ملخبطه معاه ولما كان بيلعب سيرد باك كان بيبقى مادي اداء هايل الحقيقه. فالمباراه بكره انا في رايي ان جاهز، نماذج كتيره جدا من الباكات اليمين على مستوى العالم كله مش مصر بينجحوا جدا في فكره يعني بالظبط قلب دفاع بالظبط، يعني سيرجيو راموس مثلا اهم طبعا اسم في الحته طبعا دي. طبعا فانا بقول ان بكره مباراه بكره احنا ما عندناش ضغط هجومي كتير، فانا العب ادي الهاني جنب ربيعه على اساس ان هما يحصل تجانس بينهم الاثنين. أيوة. وهاني يبقى خد خلاص في المركز ده واطمئن ويلعب الزمالك عادي خالص ولا مشكله خالص. اتمنى ان شاء الله التوفيق وماتش بكره بروفه مهمه جدا للديربي، واحده من المحطات المهمه قبل مشوار كاس العالم. عايز اخد كابتن رمضان السيد لدوري الدرجه الثانيه. انت اشتغلت شويه في الفتره في الاولمبي صح؟ طبعا في الاولمبي يعني طبعا احنا يعني يمكن الاضواء كلها مسلطه على الدوري الممتاز الف،
فيمكن ناس كتير ما تعرفش الاوضاع في رغم حاله انا اسف يعني العك والمشاكل الكتيره جدا اللي بتحصل. هل الامور اكتر انضباطا اكتر سهوله في دوري الدرجه الثانيه ولا الامور اصعب من الممتاز؟ لا اصعب طبعا اصعب بكتير لان انا هقول لك حاجه الدوري الممتاز الموسم ده بالذات لان من الموسم اللي جاي هيبقى 20 نادي خلاص زيه زي الدرجه الاولى هيبقى زيه زي الدوري الممتاز وده هيبقى نقله للكوره في مصر لانك انت ممكن تاخد من الدوري الممتاز به لعيبه المنتخب مصر تمام اولا هيتسوق المسابقه هتتسوق وهيبقى في كل الناس في اتفقت على انه ده افضل شكل لمسابقه الدوري الممتاز طبعا الدوري الدرجه نقله نقله أي. نقله كان اعتقد ان المواسم اللي فاتت كلها كان الناس بتكشف اتحاد الكوره على اساس في انتخابات انتخابات والجمعيه العموميه والحاجات دي كلها والانديه دي كلها كانت بتضغط لكن خلاص هم القرار القرار جه قرار يعني محترم جدا وهيتنفذ الموسم الجاي طبعا الصعوبه هنا في الممتاز بي ايه انك انت بتمسك مثلا فرقه الممتاز الف اللي بينجو من الهبوط ممكن مثلا تعمل له يروح يعمل عمره تعمل له حفله هي. اللي بينجو بالهبوط هي. الممتاز بيه لا ده انت الثاني المركز الثاني فشل باي. فشل الثاني زي الاخير هي دي الصعوبه هي, هي دي الصعوبه لما بنتكلم على ثلاث مجموعات طبعا بيتنافسوا الثلاث مجموعات اللي بيتنافسوا لغايه ما نروح الموسم الجاي الحقيقه المنافسه الموسم ده يعني في مجموعه بحر في ديكيرنس وبلديه المحله وطنطا ومنصوره كفر الشيخ وشبين واسمده يا ريت تجيبوا لنا كده جداول الترتيب عشان نستعرضها وهنقف مع بعض النقاط لان انا عارف كمان كابتن رمضان انه كمان في تجارب استثماريه دخلت في دوري طبعا وفي انديه اشترت طبعًا انديه وفي مستثمرين ورجال طبعًا اعمال شاريين انديه طبعا يعني انا القصه بقت الخريطه نفسها اختلفت في دوري الدرجه الثانيه انا رحت شفت تجربه بروكسي الحقيقه تجربه محترمه جدا تجربه ايه يا كابتن رمضان بروكسي في مجموعه بحري نادي معمول استثماري وعاملين بقى ايه عاملين ملعب بحمام سباحه بجيم بغرف ملابس على مستوى عالي جدا يعني عاملين كل حاجه دول ما يعني بادينها بقى بروفيشنال بادينها يعني عاملين كل حاجه الحقيقه مفيش مشاكل في الامكانيات لا يعني. الامكانيات مفتوحه وماشيين بشكل كويس قوي والاداره كمان اداره طبعا في عقليات الحقيقه هايله الحقيقه لكن انا بقول لك ان المجموعات مجموعه بحر زي ما قلت لك كده يا احمد مجموعه الحقيقه القاهره سكه حديد وزد والقناه قعد حوالي السكه الحديد ده كان بعيد. زمان قوي كان زمان قوي كان طبعاً. موجود في الدوري السكة انا فاكر السكه من الحديد. اقدم الانديه في مصر يعني اقدم انديه مصر كان القناه قعد حوالي 9 اسابيع وسمعت على مشاكل كتيره الفتره الاخيره السكه الحديد ماتش السكه الحديد والترسانه والترسانه والقناه هو خلي بالك التحكيم مش مضبوط برضه لا 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 انا قلت الدنيا تحت اسهل شويه انا هقول لك حاجه انا في واقعه معايا انا ما حصلتش في تاريخ التحكيم في مصر ولا في العالم حتى احنا طبعا ما عندناش فار انا حسب الحكم دخلنا منطقه الجزاء حسب ضربه جزاء العاقه من حارس المرمى يعني ما فيش جريمه جريمه يعني الحكم ادى ضربه الجزاء وفي نفس الوقت المساعد بتاعه راح جاري مأكد القرار اكد القرار وجري على 18 اكد تمام. القرار كنت بلعب المنصوره فرقه المنصوره كلهم قعدوا يحتجوا حوالي دقيقتين راح الغي ضربه الجزاء يعني قرار ما حصلش ده انت خدت القرار كحكم المساعد اكده لك ورغم ذلك وانت عملتوا ايه ولا حاجه هنعمل ايه اصل الـ 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 الحاجه دي زي لا خد بالك عن الصوت العالي بيجيب نتيجه جدا عندنا كل ما صوتك يعلى اكتر كل ما يبقى مسموع اكتر المشكله زي اللي حصل في الترسانه يعني ما هو انت برضك هتعمل صوت عالي وهتعمل مشاكل وبتاع هتلاقي في ايقافات وهتلاقي في مشاكل يعني طيب ده احنا عندنا ديكيرنس في صداره المجموعه الثالثه صح ديكيرنس في الصداره 26 بونت بلدية المحله وطنطا والمنصوره 25 بونت بعديهم كفر الشيخ 23 جمهوريه شبين في منافسه جامده لا المنافسه قويه جدا 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 وديكيرنس الاولمبي ونابارو تحت هم طبعا اولمبي 10 ديكيرنس عامل لغايه دلوقتي موسم ولا اروع الحقيقه يعني طب نروح للمجموعه بي المجموعه السكه الحديد القاهره القاهره السكه الحديد السكه الحديد والسكه الحديد كان السابع او الثامن نط الحقيقه بشكل كويس قوي لان عمل 8 فوز متتالي زد الحقيقه في المركز الثاني ب 31 بونت والقناه نفس الحكايه 31 بونت وادي دجله
28 بونت دول اللي داخلين الحقيقه في المنافسه بشكل قوي جدا. الترسانه برضو جداً. يعني مش بعيد قوي يعني. الترسانه موجود الحقيقه ويمكن هو قعد حوالي ثلاث مباريات الاخيره بعد مباراه السكه بيعمل نتائج سلبيه وبعد كده ابتدى كسب المباراه اللي فاتت. زد نادي نادي برضو نادي استثماري. طبعا من اكبر بقى الانديه الاستثماريه اللي في مصر دلوقتي. طبعا لان ميزانيات في فرق في الدوري الممتاز ما عندهاش الموازنات بتاعت الفرق دي بتاعت زد. مجموعه الصعيد لافينيا الحقيقه ماشي بشكل كويس قوي 32 بونت. بترول اسيوط لافينيا ده نفس ال الاسيوطي كان زمان يعني باعوا الاسيوطي بقى بيراميدز وعملوا هم نادي جديد لافينيا. استاذ محمود الاسيوطي اعتقد ان بيعمل تجارب ناجحه جدا الحقيقه. لافينيا في الصداره 32 بترول اسيوط 31 الجونه 28 ومصر المقاصه 28 منافسه برضك قويه جدا جدا جدا. والثلاث مجموعات ما حدش هيحسم بدري. يعني الثلاث مجموعات دولت كان في ال 10 ماتشات الاولانيين يا احمد كان القناه في مجموعه القاهره كان متقدم مثلا على كل الفرق ب 9 بونت 10 بونت لغايه ما ابتدى بقى يقع وابتدت السكه الحديد تاخد. ديروت قالوا لي كمان ديروت ده تجربه في تجربتين الحقيقه. ديروت سيراميكا نادي سيراميكا هو اللي بيملك نادي ديروت بيملك نادي ديروت وبيصرف عليهم ودي فيها ميزه كبيره جدا ان ممكن تبقى عندك لعيبه وتسكنها في الفرقه ديت وبعدين لعيبه بتجربها كمان بياخدوا ماتشات. نفس الحكايه بالنسبه لمصر السلوم واخدها انبي وبرده نفس الحكايه تجربه انا بعتبرها برضك يعني ممكن تنجح بشكل كبير. نورت الدنيا كابتن. ربنا يخليك يا محمد نسعد بيك دايما. ربنا يخليك ربنا يخليك على وجودك معانا. ربنا يخليك كل التوفيق للاهلي بكره ان شاء الله في مباراه سموحه نقدم عرض مش عايز اقول صالح بيه الجمهور. الجمهور الحقيقه مش زعلان بقد ما هو قلقان يعني في فرق كبير بين انك تبقى زعلان او انك تبقى قلقان لكن ان شاء الله باذن الله قادرين على تجاوز عقبه سموحه وبعد كده بقى لينا كلام تاني بقى على مباراه القمه الاهلي والزمالك. بشكركم على المتابعه وعلى كل خير دايما نتقابل دايما على شاشه الاهلي في سادسه. تحياتي ليكم.